السليمانية الأمس الشعب المغربي يحتفل بثورة الملك والشعب، اليوم عيد الشباب المجيد. كلمة لجلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية بهذه المناسبة. والكلمة اللي نقدر نقول، الله ينصر سيدنا والله يخلي الشعب المغربي ديما موحد، والله يخلي المغرب ديما نقي بعيد على هذه المشاكل وبعيد على أي حاجة، وحنا كلنا مغاربة وكنحبوا سيدنا وكنعزوه وحنا معاه حتى الموت.